سهولة. هنا جاء الميم ساكن، وفي المرة الثانية جاء متحرك، لذلك سمي هذا الحرف مضاعف لأننا نقوم بلفظه مرتان. نرجع الحين بالنسبة لكلمة ببغاء، قد يكون التفسير في البداية ما كان واضح معنا، بس رح أرجع رح أعيد معكم كلمة ببغاء. لماذا لم تدغم الباء الأولى مع الباء الثانية والثالثة يا أول؟ نشوف الكلمة، رح أعطيكم إياها كمان مرة وتحكوا لي لماذا لم تدغم الباء الأولى مع الباء الثانية والثالثة؟ أين هي الباء الثالثة يا معلمتي؟ ها هي، حفظها شدة. لماذا لم تدغم؟ لأن من شروط الشدة أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. هل الباء هنا ساكنة؟ لا يا معلمتي، يوجد فتحة. إذا هنا هذه الباء متحركة، إذا نقول ب. لاحظوا هاي حرف الإب وهاي حرف الإب. ب ب ب ب. هسا غ أو ب ب غ أو. إذا قاعدة أساسية لوجود الشدة، الحرف نفسه يكرر مرتين. المرة الأولى يجب أن يكون ساكن، وفي المرة الثانية يجب أن يكون الحرف متحرك حتى يدغم الحرفان مع بعض ويصبح حرفا واحدا مضاعفا أو حرفا واحدا مشددا. الآن إذا رجعنا أنا وأنتم وياكم احد الشروط الحلوه رح نستمتع فيها شوي، وبعد هيك رح ارجع انا وياكم نكمل حصتنا. هلا راح نرجع نحكي انا وياك. هلا حبايبي هذا الفيديو صورناه الاسبوع الماضي على اساس انه مرت معنا الشده بشكل
في احدى الكلمات، فاضطرينا انه نعرض هذا الفيديو ونعطي شوي عن الشد التمهيد له لهذا الاسبوع. الان في عندنا تمرين، اذا طلبت منكم انه تحلوا بالبيت تمارين، ولاحظوا انطقوا الحرف المشدد واكتبوه في المربع. اول كلمه من منكم يستطيع قراءتها؟ هيا مع بعضنا تحليل صوتي. مشعلي، الحرف اللي برفضه مرتين هو الحرف المشدد. مره ثانيه، مشعلي مشتون. الان المطلوب منكم ما تحللوا لي الحرف المشدد فقط، هو كتابه الحرف المشدد مع الحركه. مشعلي زي ما انتم شايفين. الكلمه الثانيه، ام. ايش الحرف المشدد مره ثانيه؟ ام مون. رائعين، هو حرف الميم، جاء مشدد وفوقه تنوين الضم. الكلمه التي تليها، سلمون. سلمون، لاحظ الببغاء عم يقرا معي اول. لا لا سل لا سلمون. سبورةٌ، سبورةٌ، حرف الباء هنا هو الحرف الذي جاء مع كلمة شدة. نشوف التمرين الذي يليه. ارسموا دائرة حول الكلمة التي تحوي الشدة. برضو هذا التدريب الأول راح نحله ونتدرب عليه في البيت مع ماما بمساعدة ماما حتى نستطيع لفظ الشدة بشكل سليم. شرطيون، يلا معي، شرطيون. لاحظوا حرف الياء، لفظته في المرة الأولى ساكنا مع الطاء، ولفظته في المرة الثانية مع تنوين الضم. شرطيون، أحسنتم، رائعين. نأتي إلى الكلمة الثانية، في لون، في لون. كمان مرة يلا، في لون. لا يوجد حروف تكررت مرتان في هذه الكلمة. نرجع مرة ثانية، في لون. للتأكد نقوم بتحليل الكلمة تحليلا صوتيا، في لون. لا يوجد أي حرف تكرر في كلمة فيلون، إذا هذه الكلمة ليست كلمة مشددة، إذا عندي شرطيون، فيلون ليست مشددة. ننتقل إلى الكلمة الثالثة، ساعدنا يا ببغاء، ساعدنا. الآن مي، يلا تحليل صوتي أنا وياكم، يلا، واحد، اثنين، ثلاث، استعداد. مي قص، مي قص، مي قص، صن. نرجع مرة ثانية، مي قص، صن. كمان مرة، مي قص، صن. ايش الحرف اللي هون لفظته أكثر من مرة ضعفته؟ حرف الصاد يا معلمتي، رائعين رائعين. نحاول تحليلها، مي قص. ماذا يوجد فوق الصاد الأولى؟ أبدعتم، إذا سكون. مي قص صن، رائعين، أبدعتم، هكذا عشتكم رائعون. إذا مي قص صن تحتوي على شدة، إذا أضع حولها دائرة. من يساعدني في الكلمة الرابعة؟ أنا من؟ ما رأيك أيها الببغاء؟ هيا ساعدني، يلا، أحسنت. ماك، ماك، تا، رائعين. ماك تا فون، مرة ثانية، ماك تا فون. هل يوجد حرف في هذه الكلمة تكرر وتضعف مرة؟ نرجع، ماك تا بون. لا يا معلمتي، رائعون. إذا مكتب هي كلمة ليست مشددة، إذا نستثنيها. الكلمة الأخيرة هذه واجب
يجب عليكم قراءتها وتحليلها تحليل صوتي سليم. اتفقنا؟ اتفقنا. نعمل نشوف عندنا مراجعة سريعة لحصتنا اليوم. يا أول عندنا كلمة بطاطن، الحرف المضاعف. احنا اتفقنا المضاعف نفس المشدد. اذا ماما بتسأل بنحكي لها ماما المضاعف مشدد، يعني زي لما اطبق ايدي اليمين على الشمال تصبح واحدة، بس هي بالاصل تنتين نفس الشدة، هي حرف مضاعف ضعفنا مرتين. نرجع بس الحرف المضاعف صار عندي حرف الطاء. حرف الطاء بدي احلله، بدي ايش؟ بدي احلله ارجعه لاصله، بدي اتخلص من الشده. ماذا يصبح؟ حرف الطاء هنا ساكن وحرف الطاء هنا متحرك. ماذا يوجد فوقه؟ ارجع اكتب لكم اياها بخط كبير. ب ط ت. ماذا يوجد فوق حرف الطاء؟ يوجد شده. ماذا يوجد فوق الشدة؟ الشدة طبعا اتفقنا هي حرف، يوجد فتحة. إذا هنا يأتي حرف الطاء ساكن وهنا يوجد أعلى منه فتحة. نجد الكلمة الثانية كرسي ين. كرسي ين. هلأ حرف الياء هنا جاء مشدد، في المرة الأولى جاء ساكن، أو هي كأنه كرسي كرسياً ولا مش واضحة. طيب هنا حرف الياء أسفل منه تنوين الكسر. إذا الشدة هي حرف مضاعف يلفظ مرتان ولذلك أسميناه شدة. نرجع مراجعة سريعة حبايبي، يلا هيا مع بعض. واحد اثنان ثلاث نقرأ هذه الكلمة بتحليل صوتي جميل. يلا سي يا را تون. الحرف المضاعف هو حرف الياء. أحسنتم، رائعين. الكلمة الثانية روم 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 ما نون. الحرف المضاعف رائعين حرف الميم. روم ما نون. ممتاز. الكلمة الأخيرة هي كلمة طيارة. الحرف المضاعف هو حرف الياء. هكذا يا أحبابي انتهت حصتنا، وإن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا. طبعا هاي ما راح تكون هي الحصة الوحيدة لتجديد الشدة، لأنه أكيد راح تستغرق أو تأخذ منا كمان حصتين أو ثلاث حصص. أنا جاهزة لأي استفسار بتحبوا تتواصلوا معي أو مع أي معلمة من معلمات الصف الأول، إحنا إن شاء الله راح نكون جاهزين. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وإن استمتعتوا معي بهذه الحصة، وإن شاء الله بشوفكم على خير بالحصة القادمة إن شاء الله. ومع السلامة. تحب الببغاء إنها تودعكم وتحكي لكم إلى اللقاء. احكي لهم إلى اللقاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حبايبي هاي وقت العمل اللي راح تكون معنا. بداية عملت لكم تلخيص للحرف المضاعف الشدة، هي عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. ويمكن أن يأتي هو الحرف المضاعف شدة بحركة الفتح مثل عدة، عندك شدة بحركة الضم مثل برم، عندنا برضو ممكن تيجي بالكسر، وبتيجي أيضا مع التنوين زي ما أنتم شايفين. هلا هون في عندنا واجب اللي هو تحليل الكلمات الى حروفها ومقاطعها. عربية احبك اغني الغش، هاي راح تكون ورقة العمل. وهذا الواجب اللي انقسمت لقسمين، الجزء الاول كان عندي تلخيص المادة، والجزء الثاني حبايبي كان عندي تحليل الكلمات حتى نعرف الحرف المشدد والمضاعف بالكلمة اين كان. كتاب اللغة العربية لطلاب الصف الأول عندنا صفحة 41 إن شاء الله. راح نقرأ الكلمات وننتبه لحرف المشدد بالكتاب.
وبالتدريب الأول هذا مثل جربة يحب معلمتي. ننتبه للحرف اللي هو حرف الراء البو اللي زي ما حكيت لكم ممكن تيجي الفتحة فوق الشدة، ممكن تيجي ضمي فوق الشدة، ممكن تيجي كسر تحت الشدة. هذا بالنسبة للتدريب الأول. التدريب الثاني أضع دائرة حول الحرف المشدد، لازم ألفظ كل الحروف حتى أتمكن من تمييز الحرف المشدد، حتى أستطيع فيما بعد قراءة أي كلمة لا تحوي على الحركات أن أميز أين توجد الشدة في هذه الكلمة من خلال نطقي لها. عندي ما هون عندي حرف الميم ساكن والحرف الميم الثاني متحرك، وبالنسبة لحرف الشين هون جاء ساكن لا يعتبر حرف مضاعف ولا حرف مشدد. بالنسبة للتدريب الثالث برضه بدنا نضع دائرة حول حرف المشدد في الكلمات، وبالنسبة للتدريب الرابع برضه بدنا نضع دائرة حول الكلمات المشددة. هيك حبايبي راح تكون عندنا فقط هي واجب عندنا صفحة 41 من كتاب الطالب للغة العربية، وراح تكون معنا إن شاء الله ورقة العمل اللي عرضت لكم إياها على السمارت، وإن شاء الله هيك بنكون كفينا وأعطينا الحصة كامل متكامل مع ورقة العمل مع الواجب البيتي اللي راح يكون معنا هالكتاب. وشكرا لكم.